وللمزيد ده ينضم إلينا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور، بعد التحية حدثنا أكثر عن الخدمات الصحية لمهرجان العالمين وما هي أهم الخدمات التي سيتم تقديمها. تحياتي لحضرتك يا فندم. الحقيقة غدا إن شاء الله الدكتور خالد عبد الغفار النائب دولة رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بيعلن عن تواجد وزارة الصحة والسكان أثناء فعاليات مهرجان العالمين من خلال تقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الصحة في المهرجان، اللي بتشمل من ضمن ما تشمل المبادرات مبادرة صحة المرأة، الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية اللي بتشمل أورام البروستاتا والرئة وسرطان عنق الرحم والقولون، بالإضافة إلى تمركز سيارات الأسعاف والقوافل الطبية وعيادة متنقلة للأسنان. ويمكن إحنا كنا كمان من فترة أطلقنا خدمة الزيارات المنزلية من خلال مستشفى العالمين النموذجي لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمرضى كبار السن وغير القادرين على الانتقال إلى مكان تقديم الخدمة من خلال سيارات بتنتقل إلى مكان المريض في المكان اللي هو موجود فيه، بتعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات القلب والأطفال والأمراض الباطنية والأنف والأذن والجراحة وجراحة العظام وطب وجراحة العيون. كل دي خدمات بتشارك بها وزارة الصحة والسكان في مهرجان العالمين اللي بتطلقه أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة يمكن مهم الناس تعرف أنه مهرجان العالمين هو مهرجان تنموي بالأساس، وأنه ليس مهرجانا هادفا للربح، لكن ده يهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أجمل بقاع العالم وشواطئ من أجمل الشواطئ على مستوى العالم التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية. وأنه الحقيقة الدولة استثمرت كبير في منطقة الساحل الشمالي وفي منطقة العالمين، وشهدت تنمية عمرانية كبيرة جدا. تسليط الضوء على هذا المكان وعلى الفرص الاستثمارية في هذا المكان وعلى الدعم الذي تقدمه الدولة بيشجع على نمو اقتصادي كبير في المنطقة، في منطقة العالمين وفي الساحل الشمالي. ويمكن مش عايزين ننسى برضو الشعار المؤتمر السنة دي في علم دولة فلسطين اللي بيسلط على انه الدولة المصرية لم ولن تنسى القضية الفلسطينية، وانه 60% من عوائد هذا المهرجان الكبير تعود لدعم الأشقاء في غزة، لتبقى مصر دائما هي الشقيقة الكبرى لكل الأشقاء العرب. نعم دكتور، حضرتك تحدثت عن مبادرات الصحية الرئاسية اللي انطلقت طبعا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني ما بين هذه المبادرات وما بين طبعا حالات الطوارئ اللي حضراتكم بتستعدوا إليها، ما هي آلية التنفيذ؟ يعني هيتم الوصول إلى المواطنين في أماكنهم؟ يعني الخدمات هتكون يعني متمركزة في مكان والمواطنين هيترددوا عليها؟ آلية العمل يعني لمشاهدينا اللي بيتابعونا وهيكونوا موجودين في العالمين. بالنسبة للمترددين على المهرجان، هناك في مكان مخصص باسم شارع الخدمات الصحية أو شارع الصحة. شارع الصحة دي بتتواجد فيه كل منافذ تقديم الخدمة الصحية في كشكين موجودين تحت شعار المبادرات الرئاسية، في سيارات القوافل، في سيارات العيادات المتنقلة، في السيارات الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي، دول موجودين. ده بالإضافة إلى أنه احنا بنتكلم كمان على الخط الساخن 15-335 اللي بيمكن التواصل من خلاله عشان معرفة أماكن تقديم الخدمة في بقية الساحل الشمالي مش بس في منطقة العالمين. تمام. بالإضافة إلى التواصل مع مستشفى الخط الخاص بمستشفى العالمين لتوفير الزيارات المنزلية في التخصصات المختلفة طوال أيام الأسبوع على مدار الـ 24 ساعة. خدمة متميزة وتجربة جديدة، بنتمنى لحضراتكم التوفيق. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.